صباح الخير صبايا، اليوم بدنا نتعرض للحمص، لوصفة الحمص بلحمة. مثل ما قلت لك جود بالموجود، هي اللحمة عبارة عن راس عصفور، بتكون بشر متلمة تتليم، أو جود بالموجود. أنا سلقت لحمة للفاصولية البيضاء، اللحمة كتير نوعها جيد، أخذت جزء منها فرمتها خشن وقليتها بزيت، بتحبي بسمنه ما في اشكال. طبعا رشيت بهار حلبي، وحطيت بنهايه او بثلاث ارباع الاستواء حطيت ملح، لانه ما بنحطه بالبدايه مشان دائما ما يشد اللحم. تمام صبايا؟ طيب بدنا نتعرض لسلق الحمص. الحمص بتنقعي 8 ساعات للحمص. بعد ما بتنقعي 8 ساعات بتحطي لنص كيلو حمص ربع معلقة كربوناتو، بتتركيها لمدة قصيرة، بعدين بتصفي المي عنه مظبوط وبتغسلي المي مظبوط، يعني ما بتحطي الكربوناتو بالمي وبتحطيه على النار ابدا. بعد ما بننقعه بدون كربوناتو صبايا 8 ساعات بتنقعي للحمص بالمي. فرضنا بعد 8 ساعات منكب المي عن الحمص، بعدين بنحط ربع معلقه كربوناتو ومنتركه لمدة قصيرة منقوع، بعدين منغير المي، منكبه عدة مرات ومنحط مي جديدة ومنحطه على النار. أول شي نار عالية، بعدين منخفف النار، بياخد معك سلق ساعة. بهالطريقة بتاخدي حمص مسلوق من أروع ما يكون. طيب أحضر حمص. الحمص النص كيلو حمص بده كاسة ونص طحينة، هاي هي الطحينة صبايا. بده عصير ليمون، بده ثوم، أنا بدي أعمل كتير كمية قليلة. صبايا بتاخدي بياض للحمص بطريقة الخفق، وقت بتخفقي بشكل جيد وبتحطي ليمون صبايا او معلقة لبن. اللبن خصوصا لبن بلدنا سوريا بتلاقيه حامض، بتحطي معلقة بتاخدي طعم حمص من اروع ما يكون. ما بدك لبن، استثني اللبن، بتحطي حمض ليمون بيعطيكي بياض من اروع ما يكون. بطحنه انا بهي الخفاقه اللي عم بسالوا عليها الصبايا، البراون، كتير جيده، بنسميها خدامه البيت. طبعا ما تنسي الملح وقدك تحطيه بسلق الحمص بتحطيه بنصف عمليه الاستواء مشان ما ياخر عمليه السلق. واللحمه بالنهايه بدي احطها مع رشه صنوبر، وما ننسى رشة الكمون، دايما بتعطي نكهة للحمص بشكل عام، ورشة الفليفلة الحمراء الناشفة اليابسة. حطيت الطحينة وحطيت عصير الحامض. ما ننسى رشة ملح. بحط أنا رشة كمون صغيرة لا تذكر، تعطي طعم الأطيب. عادة الكمون منرشه على وش الحمص. طحنا صبايا، مثل ما قلنا كل ما طحنتي أكثر تاخدي بياض أفضل، لتشوفي سماكته بهالطريقة. مثل ما قلنا لازم نتذوقه بالطريقة، ما بسهولة بينزل. صبايا بتقدري تحتفظي فيه
لمدة يومين. يفضل ما يكون فيه توم، إذا أنت بتضيفي توم. أنا ضفت جزء بسيط للي بدنا ناكله نحن، بس إذا بدك تقيميه بالفريزر أو بالبراد لتاني يوم لا تحطي له توم. تمام صبايا؟ بهالطريقة بده يكون سماكته. بدي أزين لك صحن، بدي أحط هون كمان صحن فرجيكي شلون بدنا نزينه. بتحبي تتركيه بشكل عشوائي بهالطريقة؟ بتحبي عم نعمل مثل سنايا مشان الزيت يكون ب قلبه. بدي اتركه بهذا بهالطريقة. بدي ازينه بخضار يكون حلو. نجيب بندورة، لا أحطه هون بهالطريقة، نمسح على هاي. بدك تقلي لي بإيش زينتي وإيش استعملتي الأداة. خلينا أول شيء رش فليفلة، عفوا أول شيء اللحمة، هي هي اللحمة، قلت لك جود بالموجود. أنا عندي لحمة زيادة، هي لحمة بشر المفروض تستعمليها. اللحمة مسلوقة قسمتها ناعمة وقليتها مع الصنوبر بهالطريقة. اللحمة الجيدة بتلاقي من لونها ببين، شوفي شلون. طبعا اللحمة البشر ما في داعي تسلقيها، انا عندي اللحمة مسلوقة قطع كبيرة. تمام صبايا؟ حبيتي نكهة عادة اللي بلحمة بترشي له رشة ابهار، لا حبيتي نكهة زيت الزيتون بتحطي بهالطريقة. فليفلة حمراء، رشة كمون، رشة كمون. أخذنا حمص بلحمة. خلينا على السريع، ما رح نحط له لحمة، هاد كترت فليفلة. نشوف شلون الخيارة قدامك، بدك تميلي ايدك، هاي هي الأداة.
بهالطريقة صبايا، بدك تميلي ايدك وتحاولي انه الخيارة وقت اللي بدك تبريها تبريها بهدوء مشان ما تقطع معك. هي صبايا بعملها بهالطريقة، للي طبعا عم يسألوا هي أنا قصدا قطعتها بدي أعملها بهالشكل. بتقدري تحطي شي أحمر جوا مثل وردة، في هي اللي بتطلع منها بحطها بالنهاية بهالشكل، بعدين بحط هالزيت. أخدتي شكل مغاير، هذا الحمص اللي زاد بغطيه بتبرويرة مثل ما قلت لك وبحطه لتاني يوم، ما في إشكال. إذا فيه شوية ثوم أنا بكرة رح ياكلو، ما في إشكال، بس غطيه بشكل جيد مشان ريحة ثوم. أو أصلا ما كترت ثوم كتير بسيط، يعني الكمية كلها هاي ربع معلقة ثوم مطحون. تمام صبايا، هذا هو طبقنا من جروب مطبخ دلال تمام للمبتدئات خطوة بخطوة. وأهلا وسهلا فيكي صبي.